مرحبا، أنا دكتور فيصل بتوى من الجمعية السعودية للجهاز الهضمي. في هذا الفيديو نستضيف مريضة من مريضاتي لتحكي لكم قصتها، فهيا بنا. مرحبا، أنا اسمي غادة، عمري الآن 27 سنة وأنا بصحة جيدة. دعوني أخبركم قصتي. عندما كان عمري 13 سنة تم تشخيصي بمرض القولون التقرحي. لا داعي للقلق، فالمرض غير مخيف كاسمه، فهو يصف التهاب القولون وجروحه. كنت أعاني وقتها من إسهال مختلط بدم وأحياناً مخاط، ولمدة سنتين ذهب بي والدي لعدة أطباء ولم يعرفوا ما بي. أصابني الإرهاق الشديد بسبب فقر الدم، ونقص وزني بشكل كبير بسبب الإسهال وفقداني للشهية. أحد الأطباء أجرى لي عملية للبواسير ولم يفحصني جيداً، ولما لم تنجح العملية واستمر نزول الدم مع الإسهال، تمت استشارة طبيب الجهاز الهضمي والذي قام بعمل كشف للقولون بالمنظار وأخذ عينات من جدار القولون. المنظار لم يكن سيئاً أبداً وكنت نائمة خلاله، وربما كان أفضل قرار اتخذه والدي حيث بدأت العلاج بعده وتحسنت حالتي. كما فهمت من طبيبي أن العلاج يعمل على تثبيط المناعة أو تغييرها، لأن المرض نفسه هو تحور مناعي فيهاجم جهازي المناعي القولون فيلتهب. ينصحني طبيبي دائماً بالاستمرار والمتابعة معه وأخذ الأدوية بانتظام. أعرف أنني أهمل أدويتي أحياناً مما سبب لي بعض الأزمات التي استدعت تنويمي، وكاد الطبيب أن يستأصل القولون، لكن مع العلاج المكثف تم السيطرة على المرض، وتعلمت من يومها أن الانتظام على دوائي يحميني ويحافظ على قولوني بإذن الله. كنت أتغيب عن المدرسة كثيراً بسبب المرض، وأصابني الاكتئاب والقلق والحيرة، لكن بدعم والدي وحنانهما وتفهم مدرستي وأصدقائي وأقاربي استطعت تجاوز محنتي لأنتهي من دراستي وأصبح معلمة، وتزوجت من رجل رائع يساندني، والآن أنا أم لطفلة جميلة. أشارككم قصتي لأنني أعرف أن هناك الكثير مثلي ويحتاجون لدعمكم. شكراً لكل من وقف بجانبي، وخاصة طبيب الجهاز الهضمي الذي ساعدني، ولكم لاستماعكم لي. هذه القصة حقيقية، وكل الأحداث المذكورة تمت معايشتها على أرض الواقع مع تغيير في الأسماء. مع تحيات الجمعية السعودية للجهاز الهضمي. تابعونا في تويتر وفيسبوك، واشتركوا معنا في قناتنا على يوتيوب.